فيديو النهاردة هعلمك ازاي تدخل لنفسك مصروف اسبوعي وتشتغل وانت قاعد في البيت وتعرف تجيب لنفسك مصاريفك بتاعت الاجازة كلها. لا وكمان انت وشطارتك يعني انت ممكن تعرف تجيب اكبر من المبلغ ده اسبوعيا. اسبوعيا يا عبير؟ اسبوعيا. الفيديو بتاع النهاردة انا عارفة انه من اكتر الفيديوهات اللي انتم بتعشقوها، من اكتر الفيديوهات اللي بتستفادوا منها، وعايزة اقول لكم في تريكات ونصايح وافكار مش عارفة بجد. يعني الفيديو ده مهم جدا، ايا يكن انت ولد او بنت بتتفرجي عليا الفيديو ده مهم. ده كفاية قطمة ظهري والتوطية اللي انا موطيها دي عشان اعمل لكم اللقطة بتاعت البيت. بينا نبدأ في الفيديو بتاع معلومة كده هقولها في اول فيديو. الناس اللي ما بتحبش الرغي اتكلوا على الله. الفيديو بتاع النهاردة هو هيبقى فيه كلام كتير ومهم، فانت لو عايز تاخد المعلومة وتجري فلا يا حبيبي انت ما تلزمنيش، وسوري بجد على الطريقه دي، بس بجد الكومنتات بتاعتكم الفتره اللي فاتت قللي رغي. يعني انا مش هقلل رغي، دي طريقتي واللي متابعني من زمان بيحبني بطريقتي، فانا مش بغير من نفسي عشان خاطر حد. انت عايز تستفاد فلازم تفيدني، ولا انا هفيدك وانا اقعد في مكاني كده؟ لا طبعا، احنا بنفيد بعض. انا بديك نصايح عن تجربتي الشخصيه وانت بتستفيد مني وبتفيدني كمان عن طريق مشاهدتك للفيديو للاخر. فاتمنى ان انت تكمل الفيديو للاخر، وبتتمنى يعني تتمنى لي الخير زي ما انا بتمنى لك الخير، وانا بديك نصايح عن تجربتي ونصايح بتعبي، وقعدت سنين وقعدت شهور اجرب، وجربت في ده وده ودفعت في ده وده عشان اقدر اطلع لكم المحتوى اللي يقدر يفيدكم. فكل اللي عايزه اوصله ان كلكم اخواتي وانا بتمنى لكم الخير، واجب عليكم ان انتوا كمان لازم تتمنوا لي الخير زي ما انا بتمناه لكم. تمام؟ مش تحط لايك للفيديو، كمان الفيديو للاخر، ويا ريت تشاروا الفيديو ده لكل اصحابكم وتحبوا الخير لغيركم عشان ربنا يكرمكم. طول ما انت بتداري على المعلومات المهمه، وطول ما انت بتحاول تبقى انت بس اللي ناجح، وانت بس اللي معاك فلوس، وانت بس اللي جامد، ربنا مش هيكرمك ومش هيرزقك وهيوقفك عند نقطه، وهتلاقي نفسك مش قادر تكمل، وهتلاقي نفسك ما بتتطورش. فاتمنى الخير لغيرك، وشير الفيديو ده لناس كتير قوي من صحابك عشان هم كمان يستفادوا وتشاركوا بعض المعلومات دي كلها. يلا بينا بقى نبدا في اول نصيحه واول فكره من معلومه صغيره حابه اقولها لك. لو انت جاي تقول هي جايه قبض فلوس الجمعيه ولا جايبه الجمعيه بتاعت مامتها وجاي تعمل الفيديو، فاطلع من الفيديو، لان صدقني انا مش مضطره احلف لك عشان اثبت لك ان انا بعمل اكتر من كده بكتير، ومش مضطره ان انا اطلع اثبت لك ده، بس انا بشجعكم بعرفكم ان احنا مهما كان سنك قد ايه انا بعرف ادخل المبالغ دي من وانا يعني من وانا في ثانوي، من وانا في تانية ثانوي. انتوا متخيلين؟ مش هقول لكم ان انا في اعدادي، من وانا في اعدادي كنت بدات بس ما كنتش بدخل فلوس لاني كنت لسه ببني لنفسي اسم. فعموما اللي انا هقول لك عليه ده هتقدر تعمله من غير ما يبقى ليك اسم كمان. انا بص انا هحاول افيدك على قد ما اقدر، بس صدقوني دعمكم ليا وتشجيعكم ليا هو اللي بيشجعني اقول لكم المعلومات الاصعب فالاصعب في الاصعب. يعني المعلومات اللي هقولها لكم بتاعت النهارده كلها معلومات مهمه، اول مره اقول فيها الكلام ده، والكلام ده بجد يا جماعه هيشجعكم وهيخليكم تبداوا من بعد الفيديو ده في المشروع الخاص بيكم اللي هيدخل لكم ربح يومي واسبوعي على حسب اختياركم انتوا للشغلانه اللي هتبداوا فيها. اول حاجه صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو انا هحاول على قد ما اقدر افيدك بمعلومات، طالما وصلنا للحته دي انا هفيدك بمعلومات. بس عايزه اوصل لك حاجه، فكره الفريلانسر، عايزه اقول لكم ان ناس كتير قوي بقت تتكلم في الموضوع ده بس بتقوله لمجرد فيوز، هم مش عايزين يفيدوك، هم بس بيقول لك كلمه زي مثلا ما واحد يجي يديك مثلا 200 دولار او يجي يديك 200 جنيه وانت تبقى فاكر انها ورقه، هو مديها لك على ان هي ورقه وانت مش فاهم دي بتعمل بيها ايه، فانت ولا كانك معاك معلومه. انا النهارده هحاول احطك على بدايه الطريق، الطريق اللي انت مجرد ما تخش فيه تلاقي نفسك بتعمل حاجه فتبدا تفهم انت بتعمل ايه وتاخد خبره وتعرف تدخل فلوس بنفسك. طيب يا عبير فهمينا انت دلوقتي بتقولي ايه، ويعني ايه فريلانسر، ويعني ايه اشتغل فيه، واعمل ايه علشان خاطر اخش في الموضوع ده؟ طيب اول حاجه انا كنت محتاجة اعمل فيديو يعني تأهيلي قبل ما تسمعوا الفيديو ده، بس هحاول عاد ما اقدر اقول لكم الكلام المهم اللي محتاجين تعرفوه. كل بني ادم فينا عنده نسبة ثقة في نفسه وفي ادائه وفي شكله وفي جسمه وفي شخصيته وحاجات كتيرة جدا، فانت الحتة دي عشان تبدأ شغل لازم يبقى عندك ثقة في نفسك، لازم يبقى عندك ثقة انك هتوصل لحاجة. بص انت دلوقتي متلخبط، انت دلوقتي مش عارف هتبدأ ازاي، انت دلوقتي مش مصدقني اساسا وفاكر ان انا بقولك اي
كلام، بس صدقني والله العظيم الاهم من الشغل ثقتك في نفسك وثقتك في الشغل وثقتك انك هتعرف تدخل فلوس. انت لو شايف انك مش هتدخل فلوس واقنعت نفسك بكده، والله العظيم لو قعدت من هنا لغايه بعد ما هتتخرج مش هتعرف تشتغل. فلازم تقنع نفسك وتبقى واثق في نفسك وواثق في قدراتك. ربنا بيخلقنا كلنا عندنا ميزه، كل واحد فينا عنده ميول، كل واحد فينا عنده اهتمامات لحاجه معينه بيبقى. فانت مثلا لو اتولدت انت اوريدي وما عندكش مثلا موهبه اي حاجه عموما، فانت قادر، اي بني ادم طبيعي بيبقى عنده ميول بيبقى عنده اهتمامات، ميولك واهتماماتك دي هي اللي هتوصلك للنجاح. عمر ما واحد هيتولد عموما هيبقى عنده ميول واهتمامات، لا هو مع الوقت بيكتسبها، بيبدا يكتشف هو بيحب ايه. فعايز اقول لك لو انت بتهتم بالجرافيك، بتهتم انك تصمم لوجوهات، بتهتم بالايديت، بالمونتاج، بالتصوير، بكلام من ده كتير قلته قبل كده وانا هعيده تاني عشان خاطر عارفه ان في ناس لسه جديده بتتفرج الفيديو ده. لو بتحب التصوير، لو عندك اي مهاره، لو بتعرف ترسم، لو بتعرف تكتب، عايز اقول لكم يا جماعه في طلاب عاديه جدا بتشتغل انها تحل الناس امتحانات وتحل الناس واجباتهم وبيدفعوا لهم فلوس مقابل الخدمه دي. في ناس اصلا تخصصها انها بتدفع لمجرد ان حد يعمل لها الخدمه دي. طيب انا هقول لك وهساعدك وهقول لك تعمل ايه بالظبط. اول حاجه انت لازم يكون عندك موقع او يكون عندك اكونت عالد عموما هيبقى عنده ميول واهتمامات، لا هو مع الوقت بيكتسب، بيبدا يكتشف هو بيحب ايه. فعايز اقول لك لو انت بتهتم بالجرافيك، بتهتم انك تصمم لوجوهات، بتهتم بالايديت، بالمونتاج، بالتصوير، بكلام من ده كتير قلته قبل كده وانا هعيد، لازم يبقى عندك على الاقل يعني اكونت او اتنين على مواقع التواصل الاجتماعي. لو عايز نصيحتي فانا هنصحك بالانستجرام والتيك توك. ليه؟ لان دول اكتر منصتين حرفيا. عايز اقول لكم يا جماعه الزمن اتغير، الزمن اتغير. انا لو كنت بدات ايام زمان بنفس الزمن بتاع دلوقتي انا كان زماني معديه المليون، ولو عايز اعدي هعدي، بس انا مش حابه اعدي باي حاجه، مش حابه اعدي كده وخلاص. انا بعمل محتوى وهدفي حاجه معينه، انا ولا فارق لي شهره ولا فارق لي فلوس، بس انا بعمل لنفسي كارير. فانا ليه اعمل لنفسي كارير وحش؟ ليه اخلي الشخص لما يبص لي يتكلم عني بطريقه وحشه؟ كده كده الناس بتنقسم لفئات كتير، وناس كتير قوي هتحبك وناس كتير هتكرهك، بس اهم حاجه ان انا ولا فارق لي فلوس، بس انا بعمل لنفسي كارير. فانا ليه اعمل لنفسي كارير وحش؟ ليه اخلي الشخص لما يبص لي يتكلم عني بطريقه وحشه؟ كده كده الناس بتنقسم لفئات كتير، وناس كتير قوي هتحبك وناس كتير هتكرهك، بس اهم حاجه ان انا ابقى راضيه عن نفسي، ما بيني وما بين نفسي لما بقعد مع نفسي كده، عبير ما بتضرش الناس، عبير ما بتغلطش في حد، عبير ما بتطلعش على قفا حد، عبير دايما في حالها. ده كل انا عايزه اوصله لكم. الفكره كلها انا عايزه اوصل لكم يا جماعه دلوقتي السوشيال ميديا بقت سهله، اي حد بقى يقدر يشتغل فيها. ما تقولش بقى انا ما اتحبش، انا مش عارف ايه. هرجع وتاني واقول لكم الثقه ثم الثقه ثم الثقه. لازم تبقى واثق في نفسك، ولازم تبقى واثق في طريقتك، لازم تتعلم شويه مهارات كده قبل ما تبدا في السوشيال ميديا، ولازم تكون شخص يعني بيتحمل الكلام السلبي، لازم تبقى شخص مركز على هدفه وملوش دعوه باي حاجه ممكن تحصل. انا مش بقولك ان انت لازم تخشي السوشيال ميديا عموما علشان خاطر تجيبي فلوس، لا، انا بقول لكم طريقه من ضمن الطرق اللي هنتكلم عليها. الطريقه الاولى، انا عموما لو حسيت ان الفيديو هيطول مني فهعمل لكم بارت 2 عشان تبقوا بس عارفين. زي ما قلت لكم ان السوشيال ميديا دلوقتي بتكسب لمجرد انك بتعمل فيديوز بس. طبعا كل موقع تواصل اجتماعي وليه شروطه، انا مش بخل يعني انا مش بسهل لكم الدنيا، انا بحطكم على اول الطريق. عايزه افهمكم ان مفيش حاجه في الدنيا يعني مفيش خدمه انتوا هتعملوها مش تاخدوا عليها فلوس عموما. فالانستجرام بيكسب عن طريق الاعلانات، التيك توك بيكسب عن طريق اللايفات مش عن طريق الفيديوهات، اليوتيوب بيكسب عن طريق الفيديوهات والمشاهدات والاعلانات وحاجات كتيره قوي لو عايزين اتكلم عليها بالتفصيل. زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتس عشان ابقى عارفه انتوا بتهتموا بانهي محتوى. والحاجه اللي بعد كده اللي عايزه برده اوصلها لكم فيديوهات الفيسبوك. الفيسبوك دلوقتي برده بقى من اكتر الحاجات اللي بتكسب، والناس بقت متجهه على الفيس كتيره قوي اكتر من اليوتيوب. بس الفكره انا ما عنديش خبره قوي في الفيس، وعشان اكون صريح معاكم انا حاليا مركزه على نات. التيك توك بيكسب عن طريق اللايفات مش عن طريق الفيديوهات، اليوتيوب بيكسب عن طريق الفيديوهات والمشاهدات والاعلانات وحاجات كتيره قوي لو عايزين اتكلم عليها بالتفصيل. زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتس عشان ابقى عارفه انتوا بتهتموا بانهي محتوى. كذا حاجه فمش قادره اخش في حاجه جديده، كل واحد عارف قدراته. انا اقدر ان انا اخش في الفيس، بس انا اهتماماتي اكتر من ان انا اعمل فيديوز، يعني عندي اهتمامات بره السوشيال ميديا عموما. طيب يا عبير انا دلوقتي عملت الاكونت اعمل ايه؟ هتبدا تعمل لنفسك محتوى. طيب المحتوى اللي انت هتعمله ده لازم يخص يعني لازم يخص
المهارة اللي عندك، لازم يخص الميول اللي عندك. انت مثلا بتحب الجرافيك، بتحب الاديت، فهتبدأ تنزل اديت لشغل، هتبدأ تنزل صور سوري للشغل بتاعك. لو انت بتصمم لوجوهات هتبدأ تنزل لنفسك. لو الموضوع احتاج في البداية اعلانات ممولة، مفيش مشكلة حاليا يا جماعة، اعلانات ممولة اسعارها كويس جدا، ممكن تعملوها عند شركات، ممكن تعملوها لنفسكم. لو عايزين برضو اتكلم في الموضوع ده ممكن تتواصلوا معايا على الانستجرام، هتكلم معاكم يعني اللي هو برايفت وكده، وافهمكم برضو الموضوع بالتفصيل. بعد ما تعمل اعلان ممول ده هيبدأ يجيلك شغل على طول، يعني اللي صرفته على الاعلان على طول هتعوضه مجرد ما تبدأ. ولازم تبقى عارف لو هتبدأ اي مشروع ما تبدأش وانت على الصفر. ليه بقى؟ لان انت اكيد هتحتاج تصرف على حاجة، هتحتاج تشتري حاجة، هتحتاج يعني فاهمين. فانت لازم تكون عشان بقى نلخص الحتة دي وما نرغيش فيها كتير، خلاصة الموضوع بتعمل لنفسك اكاونت على السوشيال ميديا، تبدأ تنشر فيه شغلك، هيبدأ يجيلك شغل وتبدأ على طول تعمل الخدمة. طيب تعالوا اقول لكم تركية بقى من الحاجات المهمة، ما تغليش سعر الشغل بتاعك. انت كمبتدئ اوعك تعلي، حتى لو كان عندك مهارة قوية وكان عندك خبرة قوية في الحاجة دي، بس انت لسه مش معروف، الناس لسه مش واثقة فيك، هيشوفوا سعرك غالي صدقوني مش هيتعاملوا معاك، وهيروحوا يتعاملوا مع الشخص المشهور اللي ممكن شغله اصلا ما يبقاش حلو زي شغلك. فانت من البداية ابدأ باسعار قليلة، وده اللي انا عملته عشان ابدأ حوار التصوير. لما كنت فوتوغرافر كنت بنزل اصور بنات يا جماعة بجد حرفيا ب10 و20، ويوم ما غليت خليتها ب50 جنيه، انتم متخيلين؟ استيشن كامل. وبعد كده واحدة واحدة بدأت اعلي في السعر بتاعي، لان انا اصلا كنت واثقة في شغلي وكنت شايفة ان انا شغلي يستاهل اكتر من كده بكتير طبعا. بس عشان تكسب الزبون لازم تشد رجله بحتة السعر، لان انت الشخص التعامل ما بينكم شغل وسعر، هو ده الموضوع اللي بيدور ما بينكم حرفيا. طبعا انا كده كده مستنيه اسئلتكم اللي في الكومنت يا جماعه، والله هحاول على قد ما اقدر باذن الله. اي كومنت هيجيلي على الفيديو ده لو يعني سؤال او كده هرد عليه على قد ما اقدر. انا كده كده بشوف الكومنتس بتاعتكم كلها وبحط لها قلوب الكلام الحلو، وبحاول ارد على قد ما اقدر. تعالوا نخش بقى في تاني حاجه مهمه جدا، وتاني حاجه ممكن تكسبك عن طريق السوشيال ميديا من غير ما يبقى عندك اكاونت، او من غير ما تظهر بوشك، عشان انا عارفه ان في بنات كتير قوي ما بتحبش تظهر بوشها واهلها رافضين وهكذا. في يا جماعة مواقع كتيرة جدا بتبقى زي تداول، حاجات من دي، بيبقى عبارة عن ان انت بتستثمر مصروفك. يعني مثلا انت معاك مصروف، هتبدأ تحوش المصروف بتاعك ده على ابليكيشن، والابليكيشن ده هيجيب لك فوائد، والموضوع ده بيبقى مضمون. وفي ابليكيشنات كتيرة جدا بتعمل ده، يعني ممكن تحط 100 200 300 400 وهكذا. بس طبعا كل ما المبلغ بيزيد كل ما الفايدة بتاعتك بتزيد. فلو انت مثلا معاك راس مال كويس جدا ومالكش خلق بقى للشغل، وطبعا انت بتحدد انت عايز العائد ده يبقى كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل يوم، وطبعا كل ما طولت المبلغ بتاعك على الابليكيشن كل ما هو هيديك فوائد اكتر. وعايز اقول لكم يا جماعه مش كل المواقع تبقى يعني مضمونه، ولو انا عشان مش بعمل اعلان حاليا فمش هقدر اذكر لكم اسم ابليكيشن، بس ممكن تخشوا تكلموني على الانستجرام، سايبه لكم الموقع، سايبه لكم الانستجرام بتاعي في الديسكربشن بوكس، وهكلمكم برايفت وهقول لكم ايه المواقع المضمونه اللي ممكن تحطوا عليها فلوسكم. طيب دي من الحاجات السهله اللي كده كده اي حد يقدر يعملها عادي مهما كان سنك قد ايه، بس زي ما قلت لكم تحطوا الفلوس في المكان الصح. يعني لو انتم ما عندكوش مكان صح بلاش تحطوا فلوسكم على اي ابلكيشن. في ابلكيشنات يا جماعه برضو بدون ذكر اسماء بتعمل اعلان حاليا، فمش هقدر اذكر لكم اسم ابلكيشن، بس ممكن تخشوا تكلموني على الانستجرام، سايبه لكم الموقع، سايبه لكم الانستجرام بتاعي في الديسكربشن بوكس، وهكلمكم برايفت وهقول لكم ايه المواقع المضمونه اللي ممكن تحطوا عليها فلوسكم. طيب تبقى بتدي فلوس عن طريق المشي، وعن طريق انك تشيرها اللينكات لاصحابك، في حاجات كتير قوي من دي. بس دي انا بصراحه بسترخمها، بحسها انت بتجيب فلوس عن طريق حاجة. عشان ابقى صريحه معاكم انا ما بحبش الحاجات السهله، انا بحب اشتغل في الحاجه واتعب فيها لغايه ما احس كده ان انا تعبت، وفعلا لما تجيلي فلوس حتى لو كان مبلغ بسيط فعلى الاقل ببقى مرضيه بالحاجه دي. فمش برشح اي حاجه في السوشيال ميديا ان انت تشتغل عليها. طيب النقطه اللي بعد كده اللي هكلمكم فيها، وهي حوار يا جماعه، بصوا دلوقتي كل واحد فينا اكيد بياخد مصروف مهما كان سنه، بتختلف طبعا كل فئه عن فئه في المبلغ اللي هو بياخده من اهله كمصروف. تقدر المصروف بتاعك ده تجمع مبلغ صغير يبقى راس مال، وتبدا تنزل الاماكن. كل محافظه يا جماعه بيبقى فيها مكان كده بيبيعوا حاجات فيها بسعر الجمله باسعار رخيصه، زي مثلا عندنا هنا العتبه والموسكي ده في القاهره. الحاجات الاماكن دي يا جماعه لو انت شخص بتفهم في الاسعار وبتعرف كويس جدا تفاصيل كمان، لان هناك بيبقى في نصب كتير، لو شافوكي ان انت مش فاهمه حاجه فاكيد هيمشوا عليكي نفس السعر بتاع بره. لو انت
الحاجة انت ممكن تشتريها حرفيا بسعر الجملة تبقى واقفة عليك بجنيه وانت تبيعها بعشرة، يعني انت مكسبك 9 أضعاف المبلغ اللي انت دفعته. فعشان كده بقولك تحوش مصروفك، لان انت اكيد عمرك ما هتشتغل في حاجة وانت معكش فلوس، فانت عشان خاطر تبدأ تشتغل بتبدأ تجمع مبلغ بسيط عن طريق مصروفك او عن طريق سلف من باباك او مامتك وترجعه لهم بعد ما انت تشتغل. طيب عايزه اوصل لكم برضو معلومه يا جماعه، حوار البيع والشراء في الاول في الاخر دي تجاره، انت مش بتنصب على حد. الشخص اللي بيشتري منك، عشان الناس بتيجي تقول لي حرام ان انا ابيع الحاجه بسعر اعلى، طب ما هو دي تجاره. يعني انت اصلا لو ما اشتريتش وبعت بسعر اعلى يبقى فين المكسب في كده؟ فدي النقطه اللي عايزه بس اوصلها. انا كل الحاجات دي يا جماعه جربتها، جربت الشراء، جربت التداول، والتداول كمان يعني يمكن بيبقى محتاج له مبالغ كبيره وانا ما عنديش خبره فيه، فبصراحه ما كملتش فيه ولقيت نفسي مش فاهمه فيه. فالحاجه اللي انا بحس ان انا الفكره الاخيره اللي عايزه اقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده عشان ما بقاش طولت عليكم، انا من فتره يا جماعه عملت جروب، والجروب ده كان غرضي فيه ان انا اساعد بنات وشباب، وفي الاغلب كنت يعني انا شغلت بنات، بس بصراحه في اول شهر انا ما شغلتش بنات. هوصل لكم انا عملت ايه. عملت جروب عشان خاطر ادخل فيه بنات وابدا ان انا اعمل لهم زي نظام استثمار، بما ان مثلا انك تدفع فلوس ويجي لك فوائد، دي بتبقى يعني فوائد بتبقى تافهه جدا. فانا قلت انا هعمل الموضوع ده مع البنات بما اني بصور فيديوز وبما اني بكسب من ورا الفيديوز، فانا هخلي البنات دي تستفاد كمان، بحيث ان هي بتحول لي المبلغ ده وانا ببدا اشتغل بالمبلغ ده عن طريق بقى بصور فيديوهات، بشتري حاجات عشان الفيديوهات بتاعتي، بستثمرها في حاجات انا بشتغل فيها عموما، وببدا ادي فوائد للناس دي. طبعا لقيت الموضوع يعني في ناس كتير ما حبتهوش، في ناس حبته جدا، وفي ناس شكرتني عليه جدا لان هم كانوا محتاجين فعلا الفروق بتاعت المبالغ دي، بس انا ما كملتش فيه بصراحه. نظرا طبعا انا ما اتفقتش معهم على نسبه معينه، وفهمتهم ان انا هشتغل ويعني عن طريق الشغل اللي هيجيني. انا مثلا كسبت مثلا في الشهر ده 3000 جنيه، يبقى ال 3000 دول هيتقسموا نسب على كل واحد على حسب المبلغ اللي هو بعته. بصراحه الموضوع ده يعني يمكن خسرني، بس في نفس الوقت انا اتعلمت منه حاجه، وعايزه اخد رايكم لو انتوا حابين حاجه زي دي اعملها. يعني انا ما عنديش مشكلة، انا كل غرضي حرفيا والله العظيم بحاول اساعد اكبر عدد من الناس. فلو انتوا حابين اعمل جروب تاني ونرجع تاني نمشي الموضوع بنظام، بس الفكرة انا مش هدخل عدد كبير، يعني اخري اقبل كل شهر 50 بنت بس، لان الموضوع ده يعني فيه تعاملات كتير ومبالغ وفلوس وكده، وبقبل السن اللي هو فوق ال 18 عشان برضو ما تبقاش البنت قاصر وما تبقاش فاهمة هي بتعمل ايه، وبعد كده اتعرض انا المشاكل. فقول لي ايه رأيكم عموما في الكومنتس، في الكومنتس هستنى الرد بتاعكم. وعايزة اوصل لكم فكرة ان انا يا جماعة زيكم، يعني انا زيكم في ايه؟ يعني انا طبيعي سني صغير يا جماعة، انا عندي 19 سنة، يعني انا مش عارفة، في بنات كتير بتبقى فاكراني اصغر من كده كمان، وفي بنات بتبقى فاكرة ان انا متخرجة وكبيرة وكده، انا عندي 19 سنة تمام؟ فالافكار اللي انا بقولها لكم دي برضو عن تجربة من وانا في تالتة اعدادي وانا بدأت شغل، ويمكن كمان من وانا في تانية اعدادي، يعني كنت داخلة على تالتة في الاجازة بتاع التانية، فاتعرضت لحاجات كتيرة قوي واتعرضت لمشاكل كتيرة جدا، خصوصا ان انا بحب اساعد الناس. استنوا بارت 2 باذن الله هرد فيه على كل الاسئله اللي هتجيلي في الفيديو بتاع النهارده او في الكومنتس، يعني اشوفكم الفيديو اللي جاي باذن الله. سلام.